السلام عليكم يا شباب يا شباب، رسالة لكل اللي يدخنون، انتبهوا من السرعة. اليوم مسكين واحد خالفوه عشان تضليل وعدم فحص السيارة، والآن مسكين متعطل في طريق الدمام مسكين. والسبب فقط شيك بس على السيارة، فقط شيك على السيارة، يعني استهتر بس. سبحان الله، في شيء واحد. شف الآن مسكين يرمم البيت كامل، والله يعني ما حلفتوني أنتم أنه تقريبا كان سبب في هداية يمكن 60 واحد. شيء يعني بسيط لا يذكر، لكن خلاص صرنا مستهترين مرة. لا كل بس همه نفسه، همه وشلون يعيش. شف أسعار الأراضي كيف الآن في الشمال، شف أسعار الأراضي في الشرق في الغرب. يا أخي لا ما يعقل والله، مواد غذائية يعني كيف؟ والسبب السرعة يا أخوان. والله يمكن 3 ماتوا الآن، تشوفهم يعالجون ومساكين، حياتهم مساكين في ذا المستشفيات، أهلهم ويدون ويجيبون يا أخي. طيب وش استفدت؟ ما استفاد ولا شيء، بس دخل فلوس أسهم مع أسهم، فجأة تدين مدري إيش، انسجن شرى شيول، ها نفع أحد؟ آه يا ناس والله على راحتكم. أنا فقط دكتور واستشاري مخ ورجل وحنجرة، فقط يعني أنبهكم، ما علي أنا منكم ولا أني مكفول فيكم، لكني أعدي رسالتي العلمية كمعلم فقط. أبناء في عمر الزهور 35 40 45، يعني في سن مراهقة ما تتركها كذا؟ لا تعطيه دخان، لا تعطيه، لا يا أخي ما يعقل. إلى متى وحنا في؟ والسلام عليكم ورحمة الله.